أهلا بكم من جديد. فجرت زيارة زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لتركيا السبت الماضي بعد فشل المصادقة على حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة جدلا واسعا في تونس، لا سيما في توقيتها، وأنها جاءت في جلسة مغلقة. واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الغنوشي في اسطنبول التركية، وعلى الرغم من تأكيد الغنوشي عبر مكتبه أن زيارته إلى تركيا كانت بصفته الشخصية وباسم الحزب وبناء على موعد مسبق، إلا أن الأمر أثار جدلا كبيرا في تونس تصدره شخصيات سياسية بارزة مناهضة للنهضة. واعتبرت كتل برلمانية أن الزيارة جاءت في الوقت الخطأ، وأنها توحي بأن الغنوشي يتشاور في الشأن التونسي الداخلي مع أنقرة، كما طالبت بعض الشخصيات المعادية للنهضة بسحب الثقة من الغنوشي كرئيس للبرلمان. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد الطيب غيلوفي الكاتب والباحث التونسي. أرحب بك سيد الطيب. بداية، لماذا هذا الجدل على زيارة الغنوشي إلى تركيا؟ هو شوف، طبعا السياق التونسي الآن بعد الحكومة التي كلفت النهضة بتشكيلها وقدمت اسم الحبيب الجملي، والحبيب الجملي انتهى من تشكيلة حزبية، لم يستطع أن يوفق بينها، ذهب إلى تشكيلة تكنوقراط وخسر. طبعا الأحزاب كلها أو أغلبها في تحالف ضمني ضد حركة النهضة، لأنها حست بالنشوة، انتصرت على الحزب الأول الذي كلف بتشكيل الحكومة والنهضة عجزت. هذا أولا. ثم ثانيا، ثم إحساس عام، هذه ما يسمى، نسميها يعني هذه الأحزاب المحسوبة على النظام القديم، قلب تونس، تحية تونس، هذه عبير موسى، هؤلاء ينتمون للنظام القديم، وهؤلاء يعتبرون، ما زالوا يعتبرون حركة النهضة حركة معادية وإسلام سياسي لا يجب أن يشارك أصلا في النظام السياسي التونسي. مع الانتباه هنا، هذه الحملة التي تعرضت لها حركة النهضة ورئيسها، شوف، زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب أو الأمين العام لحركة الشعب ذهب وقابل بشار الأسد ولم يحصل هذا الذي رأيناه. وبشار الأسد مجرم متهم بتقريبا ترحيل نصف الشعب السوري وقتل الملايين. هذا أولا. محسن مرزوق وهو رئيس حزب كان مشاركا في حكومة، أو الآن مشارك في حكومة يوسف الشاهد، الآن ذهب وقابل خليفة حفتر ضدا عن التوجه السياسي التونسي الذي لا يريد أن يصطف مع أي المتخاصمين، ويعمل جهود الدبلوماسية التونسية من أجل الوصول إلى مصالحة بين الليبيين، وكانوا يرفضون أيضا سيطرة خليفة حفتر العسكري على مقاليد السلطة وعلى مواجهة حكومة المعترف بها دوليا أو الوفاق الوطني. إذن هذه التي قام بها زهير مغزاوي وقام بها محسن مرزوق، هؤلاء أخطأوا أكثر، أو كانت مقابلاتهم مع هذه الشخصيات ضدا عن التوجه السياسي التونسي، بينما أردوغان كان في تونس منذ أيام. فلماذا الغضب من لقاء رئيس حركة النهضة مع رجب طيب أردوغان؟ هل تعتقد برغم أن الزيارة خاصة وأيضا الزيارة محددة منذ زمن، ثم أيضا العلاقات التونسية التركية علاقات متينة اقتصادية وسياسية، ولا يضير في ذلك أن تقابل شخصية تونسية سياسية سواء كانت وزير خارجية أو رئيس الحكومة أو رئيس الدولة أو رئيس البرلمان، رئيس الحكومة رجب، رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. إذن هل تعتقد بأن الهجوم مفتعل ومنسق أيضا ضمن استراتيجية لاستهداف حركة النهضة؟ هو من ناحية أنه منسق طبعا، لأنه كان الآن كلهم أصبحوا يتكلمون على أنهم أسقطوا حكومة حركة النهضة التي قدمت البرلمان، وقالوا أنه رتبنا مجموعة من الكتل البرلمانية وأرادوا من حركة النهضة عوض أن تكون، أو بدل أن تكون الحركة الأولى في البرلمان التي تقوم بتشكيل حكومة، يريدونها مجرد مشاركة في مرتبة أدنى لا أكثر ولا أقل. هذا أولا. ثم ثانيا، كما قلت لك، ثمة أحزاب لازالت إيديولوجيا وانتماء سياسي لا ترى في حركة النهضة شريكا مقبولا في العملية السياسية،
وهي قبلت بحركة النهضة وبالتعامل معها مضطرة نتيجة أولا الواقع الجديد التي صنعته ثورة، وأيضا نتيجة إصرار الناخب التونسي أن يجعل من حركة النهضة صاحبة المرتبة الأولى من حيث الكتل البرلمانية في نظام هو أقرب للنظام البرلماني. طيب السؤال، أنت أشرت إلى زيارة أحد رؤساء الأحزاب إلى بشار الأسد ولقاء الآخر مع خليفة حفتر، لماذا هذه الحساسية المفرطة حيال تركيا إذن في هذه الزيارة للغنوشي برأيك؟ أنا كما قلت لك هي حملة مفتعلة، وهي تستطيع أن تقول أنها تبحث على كل ما يمكن أن يؤدي إلى اتهام لحركة النهضة، ومن أيضا إثارة الغبار حول الموقع الذي يحتله رئيس الحركة رشيد الغنوشي في داخل البرلمان باعتباره رئيس المؤسسة التشريعية، وأكثر من ذلك أيضا نتيجة، وهذا الإعلام نتيجة تبعيته لبعض القوى الدولية مثل الإمارات التي تصرف عليه من أجل تأجيج هذه الحملة ضد حركة النهضة. محسن مرزوق كان يقول نريد الآن عريضة من أجل إخراج رشيد الغنوشي من رئاسة البرلمان. يعني حركة النهضة تأتي الأولى في البرلمان، لا يحق لها أن تقابل المسؤولين الخارجيين، لا يحق لها أن تكون رئيسة البرلمان، وقبلها عملوا حملة حتى لا تكون رئيسة للحكومة. طيب ماذا تريدون؟ هل تريدون للنظام السياسي التونسي أن يصبح ما بينكم أنتم أبناء النظام القديم وبعض التيار العلماني المتطرف وتقصون حركة النهضة؟ هذه عملية إقصاء شنيعة لا يجب أن تقبل بها تونس. كان يجب على هؤلاء الذين انضموا لهذه الحملة أن يعرفوا أن العمل السياسي مبني على الاختيار، والشعب التونسي اختار هذه الحركة في المرتبة الأولى برلمانيا، وكان وجاء مرشحها الرئاسي في المرتبة الثالثة. ولذلك تبقى تتساءل من يقف وراء هذه الحملة، لأنه عمليا بالمعايير الديمقراطية بالعقلانية الديمقراطية هذه الحركة يجب أن تكون في مقدمة الفاعلين السياسيين في تونس، فلماذا التشنيع عليها في كل تصرفاتها؟ لماذا أيضا التعاون والتحالف من أجل إسقاط حكومة تقدمت بها البرلمان؟ والسؤال الكبير أيضا رئيس البرلمان، هذه مؤسسة دستورية، رئيسها يستطيع أن يسافر إلى الخارج ويقوم بنوع من الدبلوماسية باعتباره يمثل أحد أطراف المؤسسة السياسية التونسية. لا أعتقد أن هناك تناقض كما قال بعضهم ما بين الجهود الدبلوماسية لرئيس البرلمان وجهود الدبلوماسية لرئيس الجمهورية، الأحد يكمل الآخر. والأزمة مفتعلة مدفوعة الأجر، ويبدو داخلة في سياق مدفوعة الأجر من مصداقية حركة النهضة وموقعها في الساحة السياسية. مدفوعة الأجر ممن؟ مدفوعة الأجر مثلا من دولة مثل الإمارات التي دفعت أموالا كثيرة لأحزاب تونسية من أجل طرح هذه الأجندة، أنه هؤلاء الإخوان يجب أن يسقطوا، يجب أن ينتهوا، وأنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بترأس حركة النهضة للحكومة أو بترأسها للجمهورية. طيب هذه التجاذبات في البلاد سيد الطيب إلى أين يمكن أن تؤدي بتونس؟ أنا أعتقد أنه هذا الذي يجري الآن مؤسف. مؤسف لماذا؟ مؤسف لأنه يأتي عشية أن البرلمان أسقط حكومة الحبيب الجملي، عوض أن تكون المرحلة القادمة مرحلة توافق وطني من أجل الخروج من هذه الأزمة الدستورية. ويجب أن يكون هناك نوع من حكومة إنقاذ وطني حتى لا يقع هذا الانشقاق، هذا التدرر في الساحة السياسية. يجب إعادة إصلاح النظام السياسي، نظام الانتخابي مثلا، حتى يصبح البرلمان تتشكل فيه قوة سياسية كبيرة ولا يصبح متذرر هكذا نتيجة هذا النظام الانتخابي الذي جعل أساسا في 2011 لمنع حركة كبيرة مثل النهضة من السيطرة على العملية السياسية. هذا يجب الإصلاح في النظام السياسي، إصلاح في النظام الانتخابي، ثم أيضا يجب إطلاق عملية إصلاح اقتصادي كبيرة، والإصلاح الاقتصادي الكبير لا يتم إلا ضمن توافق سياسي أكبر.
لماذا إذن الذي يجري الآن ضد حركة النهضة هو إشعال الساحة السياسية التونسية، إلهاها عن مستحقات الإصلاح في البلاد وأيضا إعادة للاحتراب الذي ظننا أن تونس نجحت في تجاوزه ونراه في دول أخرى لم يزدها إلا تدميرا وخرابا، ولم يزد عمليات القتل والفتنة إلا اشتعالا. أشكرك جزيلا سيد الطيب غيلوفي الكاتب والباحث التونسي على حضورك معنا. شكرا.